تجمعنا اليوم نفس الأهداف هي التي ناضلنا من أجلها. عقد كل من حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم السبت بمقر حزب الاستقلال بالرباط لقاء وطنيا مشتركا يعتبر الأول لأطر الحزبين بناء على ميثاق العمل المشترك. وعرف اللقاء حضورا وازنا لممثلي حزبي الوردة والميزان، حيث ترأس اللقاء كل من الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط. يكون التنسيق بين الحزبين وحزب الحكومة وحزب المعارضة، فإننا نعتبره سؤال منطقي وسؤال لأي قيادي ولأي وطني اللي عنده واحد غير البلاد لابد أنه يطرح. والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس الشقر. قاومنا الاستبدال وكحزبين باعتبارنا نملك شرعية أن نقول أننا الاستمرار الحقيقي. كما عرف اللقاء حضورا لافتا لمناضلي الحزبين من أطر وممثلي منظمتي الحزبين النسائية وممثلي مركزيتيهما النقابيتين وأعضاء شبيبتيهما وفود من مناضلي الحزبين من بعض أقاليم المملكة. وعن هذا اللقاء يقول كل من شباط والشقر. لا، هو هذا اللقاء مناسبة للحزبين معا، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال، أولا باش تطلق القواعد الحزبية، وهذه هي الأهمية لهذا اللقاء. اليوم مسؤولين في الجهات، في الأقاليم، في المنظمات، في الجمعيات، في الحركة النسائية الشبابية والحركة النقابية. هذا مهم جدا، لأن بغينا التنسيق يكون من القواعد، ما يكونش تنسيق كما كان في السابق الكتلة من القيادات واللي تيتلقاو إما عند تشكيل حكومة أو مع بداية الانتخابات. تنسيقنا اليوم ليس من أجل الانتخابات، ولكنه تنسيق سيستمر إن شاء الله لإنقاذ البلاد مما تعرفه من نكسات. لقد نجح بانعقاده، لم يحدث حتى في أوج اجتماعات الكتلة لما كانت 5 ونزلت إلى 4 وتحولت إلى 3، كانت دائما تتم اجتماعات للقادة فقط، والقادة هم من يقرروا نيابة عن أحزابهم. اليوم تنقدم نموذج على أن التفعيل والتقعيد ديال الميثاق اللي تربطنا بإخواننا في حزب الاستقلال غادي يمشي لكل قرية ولكل دوار ولكل مدينة ولكل قطاع، وهو ما نؤسس له اليوم. وأجمع المتدخلون في اللقاء من مناضلي الحزبين أن الحزب الذي يقود الحكومة يريد أن يصنع لنفسه أمجاداً على حساب ما حققه قبله الحزبين معاً من أوراش ومكتسبات ومع أحزاب أخرى. الشبيبة الاستقلالية منخرطة بشكل كامل في هذا العمل الوطني اللي كيتم بين حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بطبيعة الحال بعمق تاريخي كبير، لأنه الشباب كانوا رأس حربة النضال الوطني الديمقراطي ضد السلطوية ضد الاستبداد من أجل الديمقراطية. ثانيا بإدراك عميق لتراث مذهبي كبير يجمعنا مع الإخوة في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وثالثا لأنه مع كامل أسف الأحلام التي راودت الشباب المغربي منذ 3 سنوات، اليوم يعني بالأرقام وبشكل موضوعي نرى بأنه هذه الأحلام لم يتم تحقيق منها أي شيء على أرض الواقع. المرأة الاتحادية فهو في الحقيقة استمرار للنضال الوطني بين الحزبين، هو استمرار لتحمل المسؤولية في إطار الانتماء إلى هذا الوطن، هو استمرار في السياق السياسي الحالي الذي يشكل الخطر الأساسي للمجتمع المغربي على مستوى مسيرته الحقوقية والإنسانية وعلى مستوى العدالة الاجتماعية والديمقراطية، لأننا اليوم نشهد سياقا سياسيا حالكا يريد يعود بنا إلى مراحل سابقة، سياقا ارتداديا تراجعيا يوظف الدين من أجل الوصول إلى أغراض سياسية. وأبرز الحزبين في بيانهما المشترك أنهما سيستمران في تنسيقهما إلى غاية تحقيق الأهداف المسطرة لإعادة الثقة إلى الشعب المغربي في الأحزاب السياسية ورد الاعتبار للمواطن المغربي والدفاع عن مصالحه وحماية المكتسبات المنجزة، وأنهما سيستمران في دعمهما المطلق للحركات الاجتماعية وتعميق تنسيق فريقيهما البرلمانيين.